اهلا بكم اعزائي المشاهدين لحلقه جديده من فضاء حر، نناقش فيها استراتيجيه الحكومه لاداره البنك المركزي بعد قرار نقله مؤخرا الى عدن. خلال عامين من الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع، ضغطت دول كبرى ومؤسسات مالية دولية على ضرورة تحييد المؤسسات المالية في اليمن وإبعادها عن الصراع. وبناء على ذلك، على تلك الضغوطات، التزمت الحكومة بهذا الاتفاق بهدف الحفاظ على الاقتصاد ومنع الانهيار الذي قد تسببه الحرب. وخلال هذه الفترة لم تلتزم ميليشيا الانقلاب باتفاق التحييد، واستنزفت أموال الدولة في دعم مجهودها الحربي ضد اليمنيين. فكما تقول الأرقام أن الاحتياطي النقدي انخفض من 5 مليارات دولار إلى 700 مليون دولار خلال فترة إدارة الانقلابيين للبنك المركزي. ولمواجهة التدهور المستمر في عجلة الاقتصاد، أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قراراً جمهورياً يقضي بنقل البنك المركزي إلى عدن وبتغيير قيادة البنك وأعضاء مجلس الإدارة بعد انتهاء فترتهم القانونية. مراقبون قالوا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة بعد أن أتاحت للإنقلابيين نهب أموال الدولة لتمويل حروبهم، بينما وضع خبراء اقتصاديون مجموعة شروط على الحكومة اتخاذها إذا أرادت نجاح هذه الخطوة، من بينها معالجة الصعوبات الفنية واللوجستية للبنك، بالإضافة إلى تأمين العاصمة عدن وتسهيل التنقل منها وإليها. وبهذا القرار الاستراتيجي للحكومة تطرح تساؤلات عدة. ما هي استراتيجية الحكومة لإدارة البنك المركزي من عدن؟ وهل هناك دعم خليجي لخزانة الدولة في الأيام المقبلة؟ وهل سيتم حل المشاكل العالقة كأزمة السيولة وسعر الصرف والدورة النقدية؟ والسؤال الأهم لدى معظم اليمنيين، هل سيتم دفع رواتب موظفي الدولة بما فيهم المقاتلون في صفوف الانقلاب؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفينا من جدة، عضو اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور محمد حلبوب، ومن صنعاء الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الإله تقي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بالسؤال المشترك، والبداية معك السيد عبد الإله تقي. هل تعتقد أن الحكومة سوف تنجح في إدارة البنك المركزي من عدن؟ الإجابة مختصرة إذا تكرمت. لا يمكن الاعتراف بإمكانية الحكومة في تحريك هذا الملف بشكل كف ما لم تثبت الحكومة أنها قادرة على تجاوز العقبات الفنية والسياسية والأمنية والمالية التي تواجهها، وهذا أمر يصعب التكهن به. نعم دكتور محمد، السؤال نفسه، هل تعتقد بأن الحكومة قادرة فعلا على إدارة البنك المركزي من العاصمة عدن؟ نعم بكل تأكيد. نعم، إذا شكرا لك دكتور حلبوب وأستاذ عبد الله تقي، وبناء على هذه الإجابات سوف نبدأ نقاشنا، لكن بعد أن نشاهد معكم ومشاهدينا الكرام هذا التقرير الذي يرصد مسار وتداعيات نقل البنك المركزي إلى عدن ووعود الحكومة بهذا الشأن. نتابع ثم نعود للنقاش. 10 من مايو عام 2016 صرح رئيس الوزراء أحمد بن دغر أن الانقلابيين استنزفوا 4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي. وفي 18 من سبتمبر أصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا قضى بنقل البنك المركزي إلى عدن وتعيين إدارة جديدة بدلا عن الإدارة السابقة. وفي 19 من سبتمبر قال محافظ البنك المركزي الجديد منصر القعيطي إن البنك فقد حياديته وأن الإنقلابيين استنزفوا 450 مليار ريال من أموال البنك المركزي. وفي 20 من سبتمبر صرح مسؤول في البنك المركزي بعدن أن رواتب موظفي الدولة المدنية والعسكرية ستصرف بحسب كشوفات عام 2014. في 21 من سبتمبر قال مسؤول في البنك المركزي بصنعاء إن ترتيبات تجرى لنقل 5 قطاعات رئيسية من صنعاء إلى مقر البنك المركزي الجديد بعدن. وفي 22 من سبتمبر طالب الرئيس هادي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤسسات الدولية بدعم الإجراءات الاقتصادية والمتمثلة في نقل البنك المركزي إلى عدن. وفي 23 من سبتمبر أعلن محافظو المصارف المركزية العربية دعم قرار الحكومة اليمنية نقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن.
وتعقيبا على قرار نقل البنك، قال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي صالح الصماد إن الرئيس هادي ودول التحالف تتحمل نتيجة هذا القرار، بينما قام زعيم الميليشيا بدعوة اليمنيين للتبرع للبنك المركزي. وفي 29 من سبتمبر تحدث محافظ البنك الجديد منصر القعيطي لصحيفة الشرق الأوسط عن الخطوط العريضة التي سيتم العمل وفقها خلال الفترة المقبلة، كان أبرزها ما يلي: سيكون البنك مستقلا عن الحكومة، وهو بنك الجمهورية اليمنية ومسؤول عن اليمنيين. الأولويات الثلاث هي توفير أوراق نقدية وإعادة الثقة بالبنك وإنعاش الدورة النقدية. تم التشاور مع السعودية والإمارات قبل قرار نقل البنك المركزي، ولم تعترض أي من المؤسسات المالية الدولية على القرار. سيفي البنك المركزي بالتزاماته وفقا للبيانات المتوفرة لدى كل فرع. الحوثيون طلبوا من البنوك تمويلهم ومارسوا عليهم تهديدات. نتعهد بحماية البنوك التجارية وأبوابنا مفتوحة للتواصل مع البنك المركزي في عدن. سنفعل النظام الفيدرالي في البنك عقب التحرير على غرار الطريقة الأمريكية. إذن بعد متابعة هذا التقرير، بداية دعونا نبدأ في تداعيات هذا القرار والأسباب، أسباب فشل إدارة البنك المركزي من صنعاء. أستاذ عبد الإله تقي، برأيك ما هي أبرز أسباب فشل إدارة العمليات المالية من البنك المركزي في صنعاء؟ كان أبرزها هو أولاً عدم الاعتراف البنوك العالمية والعربية بالبنك المركزي وكثير من عملياته، وبالتالي تم رد الكثير من الاعتمادات المستندية ورفض الكثير من العمليات التحويل المالية من وإلى العالم، وبالتالي تضررت العملية التنموية والإنسانية بشكل كبير. لكن قبل ذلك في فبراير قبل تصاعد الحرب مؤخرا في 2015 تم إغلاق البنك الدولي في اليمن ومفوضية أو ممثلية مؤسسات النقد الدولية، وبالتالي تم حرمان أو قطع كافة التمويلات الدولية إلى اليمن، ليكون ذلك واحدة من أهم أسس ومعالم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اليمن حاليا. لكن هناك اتهامات من الحكومة بعدم حيادية البنك المركزي، كان ذلك سببا أو نتيجة لأزمة السيولة التي بدأ يعيشها البنك منذ شهور قليلة، إلى أن وصلت إلى انقطاع المرتبات عن الشطر المناطق الجنوبية وكذلك المناطق الخاضعة تحت سيطرة قوات الرئيس هادي في عدة مناطق منذ 4 أشهر، وانقطاع مرتبات عن كثير من الموظفين الواقعين في المناطق التي تقع تحت سيطرة القوى سلطة الأمر الواقع. نعم، إلى أي مدى يتحمل محافظ البنك المركزي سيد عبد الإله؟ نعم، إلى أي مدى يتحمل محافظ البنك المركزي مسؤولية ما وصل إليه حال البنك اليوم؟ أتحدث عن محافظ البنك السابق بن همام. البنك نعم، لا ننسى أن محافظ البنك المركزي رجل كفء ونزيه وله تاريخ كبير وطويل في إدارة العمليات المصرفية في البنك المركزي اليمني، ولديها ثقة كبيرة في المؤسسات الدولية المختلفة. لكن ضرورة ما حدث وتداعيات السياسية والأمنية على اليمن والضغوطات التي كان يتلقاها من الجانبين كانت ذات تأثير إلى حد كبير. لكن أستغرب أنا إلى حد كبير عن دور الحكومة أيضا في رقابة الاتفاق الذي تم التحدث عنه، وهو اتفاق حول حيادية البنك المركزي. فأين كانت الحكومة منذ أشهر كثيرة مضت عن رقابة ما يحدث في البنك المركزي؟ أعتقد بضرورة أن أو إلزامية أن يحدث في السابق، يعني كان على الحكومة أن تلجأ إلى خيار آخر، كان عليها أن تشكل فريق أممي أو دولي أو وطني معترف به من الطرفين من أجل
يعني تسيير العمليات المصرفية بشكل جيد وتجنب ما نحن فيها اليوم من مشكلة. نعم، دعني أنقل هذا السؤال للدكتور محمد حلبوب من جدة. يعني تحدث الأستاذ عبد الله عن ضعف الأداء الرقابي للحكومة خلال الفترة الماضية إثر خروج أو خرق الانقلابيين لفكرة حيادية البنك المركزي. أيضا من جانب آخر هناك من يرى بأن هذه الخطوة، خطوة نقل البنك المركزي، هي خطوة متأخرة جدا، وربما هي جاءت كطوق نجاة للانقلابيين بعد استنزاف أموال البنك المركزي. الحكومة في الرياض لم تكن، كانت مقصرة، كانت، بل نستطيع أن نقول أن الحكومة السابقة كانت متواطئة. كان رئيس الحكومة السابق يحاول أن يكون على يعني في وضع ما قريب من الحوثيين ومن عفاج، على أساس أنه هو سيكون الرئيس القادم. كان يتعامل مع الوضع بشكل سيء جدا، وقد دخلنا شخصيا مع وزير أو نائب وزير المالية السابق في خلاف نظري شديد حول هذا الموضوع. كانت الحكومة السابقة ليس فقط يعني مقصرة، بل أقدر أقول أنها متواطئة، لا بل أنها كانت تقوم بصراف، كانت هي الصراف بالنسبة لحكومة الحوثيين وعفاج. وبالتالي لا نستطيع أن نجنب أو أن نعفي الحكومة السابقة من الأخطاء التي وقعت فيها. نعم، إذا تحول إليك أستاذ عبد الإله تقي، هل تتوقع بناء على هذه المستجدات تعاونا من قبل الإنقلابيين في صنعاء مع هذه الخطوة وتزويد مركزي عدن بالبيانات المطلوبة؟ في الحقيقة القرار الرئاسي صدر فعليا، ليس أمام أحد إلا التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا الأمر. في الحقيقة عندما البنك المركزي والمالية العامة الموجودة ومتوفرة حاليا لدى الحكومة تعتبر القلعة الأخيرة التي يتكئ عليها المواطن اليمني، وبالتالي صارت هي الحامي الأخير والملاذ الآمن الأخير للمواطن ودعم معيشته. وبالتالي هذا الشيء يتطلب من الجميع، يتطلب من جميع الأطراف بما فيها أيضا الأطراف الدولية، التنسيق من أجل جعل حماية المواطن والمدني اليمني في ومصلحته ومعيشته في المستوى الأول من الاهتمام. وهذا يتطلب تنسيق الجهود وتنسيق الظروف الأمنية في المستوى الأول والسياسية ثم الاقتصادية في المستوى الثاني، من أجل الوصول إلى هذا الهدف الكبير، والتعاون الجميع لما له مصلحة العامة، وهذا يخدم المواطن اليمني بشكل عام ويعمل على التخفيف من التأثير الإنساني من الأزمة الأمنية والسياسية الحاصلة. نعم سيد عبد الله، لكن يعني أيضا هناك احتمالات كبيرة واردة حول عدم تعاون الانقلابيين مع المركزي في عدن، وهنا أسألك الدكتور محمد، في حال فعلا عدم تزويدكم بالبيانات المركزية المطلوبة من صنعاء، ما هي البدائل أمامكم هنا؟ ليست هناك أي مشكلة فنية يمكن أن تقف عائق أمام نجاح البنك المركزي في مهامه. ليس أمام البنك المركزي في صنعاء أي خيار إلا أن يكون فرع للبنك المركزي في عدن، وهو بذلك يستطيع أن يحصل على السيولة التي تنقصه. فيما لو لم يتعاون البنك المركزي في صنعاء أو البنك المركزي فرع صنعاء، فهذه قضية تخصه، وسوف يواجه، سوف يدخل في تصادم مع الموظفين في محافظة صنعاء، حيث أنه لن يستطيع أن يوفر لهم، ولم تستطيع الخمسين ريال الذي طلبها عبد الملك الحوثي أن تعمل شيء. وبالتالي ليس أمامهم الآن سوى الخضوع وسوى التفكير الاستراتيجي بأن عدن سوف تكون عاصمة للخمس سنوات القادمة.
نعم دكتور محمد، لكنك لم تجيبني بشكل واضح في حال عدم تجاوبهم مع هذه الخطوة، وفعلا إذا لم يوافوكم بالبيانات الكاملة، ما هي البدائل؟ كيف، أي بيانات سوف تعتمدونها؟ البدائل هو أن سوف تكون الكرة في ملعب الموظفين، فليذهب الموظفين في صنعاء إلى البنك المركزي لمطالبته بحقوقه. يعني إذا لم يتعاون البنك المركزي لن يحصل الموظفين في صنعاء على رواتبهم، وبالتالي الكرة في ملعبهم. يريدون رواتب، يتفاهموا مع البنك المركزي، ما يريدون رواتب أحسن. نعم طيب، وماذا إذا ما وافوكم ببيانات غير دقيقة؟ يعني هناك أيضا مخاوف بأنه ربما يتم وفاتكم ببيانات لأسماء وأرقام مزيفة ووهمية، يستفيدوا منها من جديد ويتم استنزاف البنك المركزي من عدن بشكل آخر، يعني طالما وليست هناك لديكم بيانات للمطابقة. يوجد لدينا قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية كاملة التي يوجد فيها 509,264 فرد، وهذه قاعدة البيانات حصلنا عليها بتاريخ 5/1/2015، وهي وسيلة رقابة لا يمكن تجاوزها. صحيح أن هذه قاعدة بيانات الخدمة المدنية فيها كثير من العيوب، منها وجود 34,000 غير مكتملة يعني بياناتهم، لكن هذه المشكلة سوف يتم تلافيها، وسوف يأتي من لم يتم يعني اكتمال بياناته إلى عدن ليستكملها ثم يحصل على راتبه. لا يستطيعون مغالطة البنك المركزي في عدن. لدى البنك المركزي في عدن بيانات قديمة هي موجودة في الفروع كلها، سيكون هناك مشكلة واحدة هي مشكلة الفرع البنك المركزي في صنعاء. إن أرادوا رواتب عليهم أن يأتوا ببيانات صحيحة لا تتصادم ولا تختلف عن بيانات وزارة الخدمة المدنية الموجودة بتاريخ 5/1/2015، إن جاءوا ببيانات يعني أخرى سوف تجني على نفسها براغي. نعم سيد عبد الله التقي، استمعت إلى إجابة الدكتور محمد حلبوب، يعني هل تعتقد بأن هذا الطرح يعني عملي يمكن فعلا أن يحل هذه المشكلة؟ في اعتقادي أنه هنالك مشكلة تتمثل في غياب قاعدة البيانات الخاصة برواتب الموظفين. هذه مشكلة لا تزال عالقة حتى الآن ومشكلة كبيرة. السيد منصر القعيطي تحدث في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط قبل يوم بالقول أنه تم اتفاق في السابق بتزويد نسخة إضافية إلى عدن أو إلى وزارة المالية التي كان يتزعمها قبل أن يصبح محافظا للبنك، وبينما الحوثيون لم يفوا بهذا المطلب إلى الآن، وتعتبر مشكلة قائمة لا تزال حتى الآن. أما المشكلة الثانية وهي الأكبر هي المشكلة الأمنية وصعوبة الانتقال بما في ذلك الطيران من المناطق التي يسيطر عليها تحالف الحوثي صالح والمناطق التي يسيطر عليها قوات الرئيس هادي وحلفائه. هذه القطيعة أو العزلة بين هذه المناطق تقود إلى صعوبة كبيرة في إكمال العملية الدوران النقدي أو دوران النقد بشكل وطني، وبما فيه يتضمن أن يصل النقد من المركزية عدن إلى صنعاء أو من بنوك المركز التجارية في صنعاء والأسواق أيضا إلى البنك المركزي في عدن والأسواق هناك، إلى الحد أنه هنالك مشكلة داخلية حتى في صنعاء مثلا، هنالك انعدام لهذه الدورة النقدية بحيث أنها متركزة الآن في أيدي الصرافين وبعض التجار والمواطنين، وتخلو منها البنوك، وذلك بسبب انعدام الثقة العامة في قدرة البنوك التجارية بما فيها البنك المركزي في إدارة النقد بشكل ملائم. هذه مشكلة كبيرة تواجه الحكومة وأيضا يواجهها تحالف صالح الحوثي. نعم. يعني وقد تحدثت الآن عن استعادة الثقة للبنك المركزي سيد عبد الله، أيضا كان قد تحدث المحافظ القعيطي في مقابلته الأخيرة عن أولويات تتمثل بتوفير الأوراق النقدية وإعادة الثقة وإنعاش الاقتصاد. دكتور محمد حلبوب، هل تعتقد بأن هذه الخطوة سهلة وممكنة؟
الآن سوف تواجه الدولة مشكلة أو دربكة خلال 3 أشهر القادمة، هذا شيء أكيد. وهذه الدربكة كانت ستكون أسوأ وأعظم وأقسى فيما لو بقى البنك المركزي في صنعاء. البنك المركزي في صنعاء لم يتبقى لديه أي عملة أجنبية سواء 700 مليون موجودة في الخارج وهي جزء من الوديعة السعودية، ولم يتبقى لديه أموال. هناك أموال بالنقد المحلي بالتأكيد تم تسريبها إلى أماكن غير شرعية، أما إلى صعدة أو إلى أماكن أخرى. كذلك بالنسبة للدورة النقدية يجب أن نعلم بأنه ليس كل الأموال أو النقود تنقل من صنعاء إلى عدن أو تنقل من عدن إلى صنعاء. في صنعاء توجد هناك إيرادات للشركات المركزية مثل شركات الاتصالات والشركات المختلفة الأخرى وشركات النفط وشركات عديدة موجودة في صنعاء، وكل المراكز الرئيسية لشركات موجودة في صنعاء. هذه الشركات سوف تضع أموالها أو الأموال أو الضرائب أو الجمارك وما وكذلك الضرائب والجمارك الموجودة في من الحديدة سوف تأتي إلى البنك المركزي في صنعاء. هذه الأموال الموجودة في البنك المركزي في صنعاء سوف تصرف مرة ثانية من البنك المركزي في صنعاء لصالح الموظفين الموجودين في صنعاء. كذلك الحال كان يتم عفوا دكتور محمد، يعني هل هذا الأمر مخطط له مدروس بأنه إيرادات العاصمة صنعاء التي ستذهب إلى البنك المركزي هي من ستغطي نفقات الرواتب في صنعاء وغيرها من النفقات؟ نعم، أنا أستطيع أن أؤكد بأن الإيرادات المتأتية من ميناء الحديدة وكذلك من الشركات أو من مراكز رئيسية للشركات في صنعاء يمكنها أن تغطي النفقات الموظفين في الباب الأول في الراتب الأساسي. يجب أن نعلم بأن ما خرج عليها الموظفين في صنعاء هو مظاهرات تطالب بالمكافآت، هذه المكافآت التي كانوا يستلمونها بطريقة فيها ظلم شديد، حيث أنه كانت 19 مليار من المكافآت تصرف للجهاز الدواوين بينما يصرف لبقية الموظفين في اليمن بالكامل 2 مليار، يعني البند الكامل في عام 2015 للمكافآت كانت 21 مليار، يصرف منها 2 مليار لكافة الموظفين في أنحاء الجمهورية و19 مليار لصالح الدواوين المركزية وبالذات 6500 ويسيطر عليها في حدود 1500 موظف يحصل على هذه الأموال الطائلة بما يساوي 3 إلى 4 أضعاف رواتبهم. المشكلة الموجودة في صنعاء هي مشكلة مكافآت وحوافز وعمل إضافي، ليست مشكلة رواتب أساسية. هذه المكافآت والحوافز والعمل الإضافي يجب أن تتوقف مثل ما هي متوقفة في جميع أنحاء الجمهورية، وبالتالي سوف يغطى الإيرادات من الجمارك ومن الضرائب للراتب الأساسي ولن تكون هناك مشكلة. ستظهر المشكلة في موضوع وزارة الدفاع. وزارة الدفاع لن تجد، يعني بكل تأكيد لا أعتقد بأن الحكومة بن دغر سوف تصرف 25 مليار لصالح زكريا الشامي، بل إنها سوف تعطي 25 مليار لصالح المقدشي، والمقدشي هو الذي سوف يصرف على الجنود في كافة الألوية المختلفة. إذن 25 مليار التي تحدث عنها القعيطي هي المجهود الحربي. 25 مليار التي كانت تذهب للمجهود الحربي وتذهب إلى أيدي خيران وإلى أيدي وإلى يد خيران وإلى يد زكريا الشامي لن تذهب هذه الآن، بعد الآن ستذهب إلى لصالح المقدشي ولصالح الجيش الوطني، والجيش الوطني سوف يصرف رواتب العسكريين الموجودين في صنعاء والموجودين في مأرب والموجودين في حضرموت والموجودين في عدن. نعم، هذا في حال إذا تم توريد جميع إيرادات صنعاء إلى عدن. دكتور محمد حلبوب أتحول إليك أستاذ عبد الإله، ألا تعتقد من خلال هذا الطرح سأعود إليك دكتور محمد، يعني أستاذ عبد الإله لا تعتقد بأنه من خلال هذا الطرح إذا ما مضت هذه يعني هذا السيناريو إلى النهاية لا تعتقد بأنه ربما يضعنا أمام خيار وجود بنكين مركزيين في البلد، أحدهما في صنعاء تسيطر عليه الميليشيا والآخر في عدن تابع للشرعية؟
هو للأسف أنه يوجد الآن حكومتين في صنعاء وفي عدن. دليل ذلك وجود يعني مسؤولين وقائمين بأعمال وزراء في صنعاء، وتعيينات جديدة مع أسماء الوزراء السابقين في عدن بما فيهم محافظي محافظات. فهذا اللي هو حاصل، لكن أتمنى أن لا يتجاوز الأمر وجود بنكين مركزيين، لأن في ذلك كارثة اقتصادية على الجميع، وفي ذلك تعمد من أحد الأطراف أو من كلاهما في إحداث عرقلة مثل ما قلنا الدورة النقدية أو الدورة الاقتصادية والمالية، وهذه العرقلة سوف تؤدي إلى منع وصول الأموال وبالتالي إلى أحد الأطراف، وبالتالي تدهور الوضع الإنساني والتنموي إلى حدود أخرى وأكثر تقدما، وهذا شيء نتمنى أن نتجنبه. وبالتالي لذلك كنت أقول في البداية إلى ضرورة وجود تنسيق وتعاون بين الطرفين فيما يخص هذه المسألة بشكل مركز. نعم سيد عبد الإله، يعني هل تعتقد فعلا بأنه ربما تتكفل الميليشيا بصرف المرتبات للموظفين الواقعين تحت المناطق الواقعة تحت سيطرتها؟ لا أعتقد ذلك، لكن أعتقد يعني الحكومة أو تصريح السيد منصر القاعطي قبل أيام تكفل ب يعني تعهد في ذلك التصريح بأنه سيدفع مرتبات الجميع، لكني أشك في دفع مرتبات الأعداد التي التحقت بالجيش أو وزارة الدفاع خلال العامين الماضيين. لذلك أتوقع أن تقوم السلطات الأمر الواقع في صنعاء بتغطية هذه الأعداد. نعم، دعنا نتحقق من هذه المعلومة من خلال الدكتور محمد حلبوب. نعم دكتور محمد حلبوب، هل فعلا سيتم اعتماد كشوفات الرواتب بحسب آخر كشف كان لدى الحكومة الشرعية من 2000 من سبتمبر 2014، أم أنه سيتم فعلا صرف مرتبات للموظفين الذين تم تعيينهم من خلال الانقلابيين بما فيهم المقاتلين الذين يقاتلون في صف الانقلاب؟ بكل تأكيد أن الحكومة الشرعية لن تقوم بصرف رواتب من تم تعيينهم بطريقة غير شرعية، كلام واضح وليس فيه أي شك، لا يوجد أو أكدها على هذا الكلام بندقر ومنصر القعيطي والجميع بأنه لا يمكن أن يتم صرف رواتب لمن تم تعيينهم أو ترفيعهم بطريقة غير شرعية. ما هي الآلية دكتور محمد؟ عفوا، وبخصوص موضوع وجود بنكين مركزيين أحدهما في صنعاء والآخر في عدن، هذه الإمكانية غير متوفرة للبنك الموجود في صنعاء. البنك الموجود في صنعاء لا يستطيع أن يصدر عملة، وبالتالي لأنه لا يستطيع أن يطبعها، وحتى وإن استطاع أن يطبعها في الخارج لن يستطيع أن يرحلها إلى صنعاء لا بالطيران ولا بالتهريب حتى بالسفن. بالإضافة إلى أنه لن يستطيع أن يكون بنك للحكومة لأن إيرادات الحكومة قد انقطعت. بالإضافة إلى أنه لن يستطيع أن يكون بنك للبنوك لأنه لن يستطيع أن يلبي طلبات البنوك التجارية بما تريده، ولن يستطيع أن يكون البنك الذي تتعامل عبره العالم مع اليمن لأنه لا يصل أو لا يحصل، لم يعد لديه أي صفة شرعية. إذن البنك المركزي في صنعاء لن يستطيع، هو يستطيع أن يزور عملة وينزلها وهي سوف يتم اكتشافها بكل سهولة، هو استطاع أن يحتفظ بجزء من السيولة في أماكن معينة، إذا قام بإنزالها كرواتب الموظفين كان بها، وإذا احتفظ بها فسوف يحتفظ بها لفترة معينة، وقد تضطر الحكومة الشرعية إلى تغيير العملة وبالتالي سوف تسحب منه هذه الإمكانية. بخصوص آلية دفع الرواتب، قلت لكم بأنه كما كانت تتم آلية دفع الرواتب في عدن وفي حضرموت وفي أبين وفي لحج من خلال أنه إيرادات المحافظة تذهب إلى البنك الفرع، وهذا الإيرادات لا تذهب إلى صنعاء كانت سابقا، بل تبقى في الفرع ويتم الصرف منها بأوامر من صنعاء وبتعزيز مالي من صنعاء
هذا الكلام كان سابقا، الآن لن يتغير سوى مكان البنك المركزي. الأوامر الآن ستأتي من عدن، والبنك المركزي في صنعاء سوف يحصل على إيرادات سوف يحتفظ بها في البنك المركزي في صنعاء، وسوف يفرضها يصرفها بناء على أوامر وتعزيزات مالية من البنك المركزي في عدن. إذا رفض ذلك فسيكون هو الخاسر، لأنه لن يستطيع أن يواجه لا طلبات الموظفين ولا طلبات البنوك ولا طلبات الدولية، لن يستطيع أن يواجه، لن يستطيع أن يمارس مهامه الخمس التي يعطيها له القانون، وبالتالي ليس أمام البنك المركزي في صنعاء سوى أن يكون فرع للبنك المركزي في عدن. لا يجب أن يقلق أي شخص من هذه العملية، لم تتغير إلا مركز الأوامر الإدارية. مركز الأوامر الإدارية بدل أن كانت في الطابق الخامس من البنك المركزي سوف تنتقل إلى عدن فقط إلى الطابق الرابع، وبالتالي من هذه العملية لم تتغير. لكن أيضا دكتور محمد، دكتور محمد أيضا هناك تساؤل في هذه النقطة فيما يتعلق بكشوفات المرتبات ما قبل الانقلاب، هناك عدد غير قليل من أفراد الجيش يعني الذين يقاتلون الآن في صف الانقلاب، وأيضا التابعين للحرس التابع للمخلوع هم مقيدون ما قبل هذا التاريخ، يعني كيف يمكن أن تفرزوا هذه الكشوفات؟ هذه العملية سوف تكون بيد الأركان العامة للجيش، والأركان العامة للجيش سوف تستطيع أن تتحقق من هذه العملية، إما من خلال استدعاء الناس وإما من خلال بصمتهم. بالمناسبة لم تنجح البصمة والصورة أو إنها لم تكتمل، البصمة والصورة بالنسبة للجهاز العسكري وبالنسبة للجهاز المدني وصلت إلى حوالي 96%، لم يتبقى سوى 4% من العدد الذي لم يستطيعوا أخذ بصماتهم، لأنهم كانوا وهميين، عمليا كانوا وهميين. هذا العدد كان وهمي، وكان يتم الاحتفاظ برواتبهم كنفقات تشغيل، كان يتم استخدام رواتبهم كنفقات تشغيل، وكان يتم التعامل، يعني كان قادة الألوية يتعاملون معهم، كان ذلك في الجيش أو كان ذلك في وزارة الداخلية، وكأنهم مقاولين يأتون بأنفار من السوق ويستبدلونهم بأنفار أخرى. هي منظومة فساد كبيرة كانت في هذا المجال، يعني هناك المئات بالآلاف من الأسماء والأرقام الوهمية كانت ضمن هذا السياق، سياق التوظيف سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية. أستاذ عبد الإله، قرار أو خطاب زعيم الميليشيا بالتبرع للبنك المركزي على قدر الذي يعني تلقاه الناس بكثير من السخرية، أنت كمتخصص اقتصادي كيف يمكن أن تفهمه بالتزامن مع قرار رئيس الجمهورية بنقل البنك المركزي إلى عدن؟ أستاذ عبد الإله، طيب أتحول بالسؤال إليك دكتور محمد إلى أن يعد معنا ضيفنا من صنعاء. دكتور محمد، يعني مسألة التبرع للبنك المركزي والخطاب الذي سمعناه من زعيم الميليشيا كيف تفهمونه؟ يعني ما الذي يريد من هذا الخطاب زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي؟ هو بالتأكيد كان قرار نقل البنك المركزي إلى عدن تسبب في صدمة سياسية لجناح الحوفاج في صنعاء، وبذلك فقد كان هذه الصدمة أدت إلى ارتباك، مما جعل عبد الملك الحوثي يعلن عن تبرع، عن حاجة البنك المركزي إلى التبرع ب50 ريال، وهي كانت نكتة سوف يظل هذه النكتة لعشرات السنين، هي دليل على غباء شديد بالواقع الاقتصادي، وسوف تكون نكتة يعني على اليمن بشكل عام سوف يتم تداولها لعشرات السنين. نعم دكتور محمد، هناك يعني مخاوف كثيرة فيما يتعلق بقرار البنك المركزي، يعني وجيد أن أنت موجود معنا الآن. الحديث عن ضمانات تدفق السلع الأساسية، ضمانات سدد الدين العام الداخلي وفائده وتوفير السيولة، وأيضا ضمانات تحويل مستحقات الطلاب الدراسية إلى الخارج، يعني ما هي هذه الضمانات في ظل وجود البنك المركزي في عدن؟ يعني وسنتحدث أيضا عن عدم وجود بيئة أمنية حاضنة للبنك.
طبعا نقطة نقطة، هذه نقاط كثيرة ونقاط يعني مهمة. بالنسبة لموضوع تدفق السلع الواردات إلى اليمن، نحن نعرف بأن اليمن يحصل على الموارد أو المقبوضات من النقد الأجنبي الآن من خلال المغتربين الذين يحولون بأموالهم إلى ذويهم في اليمن بما يساوي 4.5 مليار دولار. تأكد لنا الآن بأنه أكثر من 4.5 مليار دولار يذهب من المغتربين في العام يذهب إلى اليمن، وتتم هذه العملية عبر الصرافين، وبنفس الطريقة يقوم التجار بشراء هذه العملة الصعبة من الصرافين وشراء السلع والخدمات، وتتم هذه العملية عن طريق البحرين وعن طريق التكامل بين دبي والبحرين واليمن. والسعودية باعتبارها صاحبة معظم الإيرادات التي توصل إلى اليمن من المغتربين، وبالتالي هذه العملية سوف لن تواجه أي مشكلة. المشكلة الأساسية هو أن النفقات الحكومية التي سوف يتم صرفها والتبذير الذي سوف يتم أو الذي يتم عن طريق المجهود الحربي سوف يؤثر على كمية السيولة النقدية من الريال اليمني، وهذه السيولة النقدية سوف تجري وراء كمية محدودة من الدولارات، وبالتالي سوف ترتفع الأسعار. هناك توقع يعني من حساباتنا تؤكد بأنه سوف ترتفع أسعار العملة من الآن إلى شهر أبريل قد تصل إلى 400 ريال للدولار الواحد. هذا العملية فيما لو لم تحصل اليمن على دعم من دول الخليج والمانحين، وبالتالي نعم في هذه النقطة تحديدا دكتور محمد، هل فعلا هناك ضمانات لدعم خليجي للبنك أم يعني مجرد توقعات وتخمينات؟ هناك إيرادات، هناك تبرعات قد تم يعني التأكد منها وكانت سابقا ولم تصل إلى اليمن بسبب الحرب سوف تأتي. كذلك هناك إيرادات الآن هي من خلال الإغاثة، من خلال الدعم من الإمارات العربية المتحدة، الآن صرفت في اليمن ما يزيد على مليار دولار، وهناك مركز الملك سلمان أيضا صرف ما يزيد عن مليار دولار. هذه كلها تعتبر إيرادات دخلت إلى اليمن، دخلت على شكل سلع أو على شكل نقود ثم تحولت إلى سلع، لا يختلف الأمر. هناك أيضا دعم متوقع من دول الخليج ونحن موعودون بذلك، وكذلك من أصدقاء اليمن، لكن هذا الدعم بكل تأكيد لن يذهب إلى المناطق التي تتواجد فيها الحرب إلى أن تتوقف الحرب يمكن أن نبدأ إعادة الإعمار. الآن في عدن مع وجود الحكومة في عدن سوف بكل تأكيد تبدأ في عملية إعادة الإعمار، وهي الآن بدأت فعليا من خلال إقرار إنشاء محطة للكهرباء 150 ميجاوات وإنشاء يعني إعادة هيكلة أو إعادة بناء محطة الحسوة بأكثر من 75 مليون دولار وإلى آخره من المشاريع المختلفة. سوف تبدأ المشاريع في المناطق المحررة بكل تأكيد، كانوا في عدن أو في مأرب أو في الجوف أو في حضرموت، ولكن المناطق التي لا تزال الحرب فيها مشتعلة سوف تتأخر بكل تأكيد. طيب عدن العاصمة الحالية عدن يعني هي كما تعرف وكما يعرف الجميع هي ليست آمنة الآن من حيث الوضع الأمني، هي ليست مهيئة لاستقبال الحكومة وحتى البنك المركزي، ثم أن هناك إشكاليات كبيرة فيما يتعلق بكون عدن عاصمة لكل اليمنيين وأن البنك المركزي يمكن أن يكون بنكا لكل اليمنيين، ما هي الضمانات؟ عدن آمنة أكثر بكثير من صنعاء. الاختلاف أن الشفافية، درجة الشفافية في عدن عالية جداً، لو قرأ حط ماشى بالتواهي تكتب في الصحف وفي المجلات وفي الانترنت وفي أجهزة التواصل، بينما صنعاء يحصل فيها كثير من الاختلالات الأمنية ولا يتم الحديث عنها نتيجة التكتم الموجود. صنعاء عدن هي أكثر أمنا من صنعاء، عدن سوف تكون عاصمة لليمن بالكامل، البنك المركزي سوف يتم يعني يتعامل مع اليمن بشكل عام. أرجو ألا تكون ألا تعتمدوا في قراراتكم أو في بناء توقعاتكم أو في بناء أفكاركم على ما يكتب في الإنترنت قبل عدد من الغير موجودين بعضهم في اليمن، عدد هائل
يكتب كتابات غير مسؤولة لا يجب الاعتماد عليها بشكل كامل. الحياة في عدن عادت إلى طبيعتها، هناك بعض الاختلالات الأمنية الناتجة عن استخدام الأمن القومي الممول من صنعاء، لكن هذا التمويل سوف ينقطع مع تغيير مركز البنك المركزي، وسوف تتوقف هذه الاختلالات الأمنية مع توقف التمويل بكل تأكيد. نعم، يعني تحدثنا عن الضمانات عن هذه النقطة، ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لجعل عدن منطقة آمنة، وأن البنك أيضا البنك المركزي سوف يعني يتحمل تحركات تنقل من عدن وإليها طالما وستذهب إليه جميع الإيرادات، وسيكون مركزا ماليا لكل اليمنيين في كل المناطق، وأنت تعرف أن هناك بعض يعني الكثير من اليمنيين لا يستطيع الدخول إلى عدن. أولا معظم اليمنيين يستطيعون الدخول إلى عدن، الذي لا يستطيع الدخول إلى عدن هم الذين لا يحملون بطاقة هوية شخصية، أو الذين عليهم بعض الملاحظات المرسلين من عفاش أو من الحوثيين من أجل عمل بعض القلاقل. أما ما هي الضمانات، أكبر ضمانة موجودة هو ذهاب الحكومة الشرعية حكومة بالدغر إلى عدن وبقائها في عدن وبدء عمل الأجهزة المختلفة. المشكلة الأساسية أننا نقارن بين عدن وبين صنعاء التي لا نعرف عنها أي شيء. صنعاء لا تمتلك أي مقومات لأن تكون عاصمة خلال الخمس سنوات القادمة. يجب أن نعرف بأن صنعاء أصبحت من الآن وخمس سنوات القادمة غير مهيئة لأن تكون عاصمة، وعلى ضوء ذلك يجب أن نبني استراتيجيتنا على أن تكون عدن هي العاصمة القادمة، وبعد أن يتم بناء اليمن الاتحادي يمكن أن نختار عدن ويمكن أن نختار صنعاء، والأفضل أن نختار عاصمة في مكان آخر تكون صغيرة وتكون على شكل يعني تشبه واشنطن، لا تشبه نيويورك بل تشبه واشنطن، بمعنى عاصمة سياسية يكون الضبط الأمني فيها أقوى ويكون إمكانية الضبط الأمن أكبر من عدن ومن صنعاء. نعم، سؤال أخير الدكتور محمد حلبوب، هل سيتم صرف الرواتب الشهر القادم أو هذا الشهر من البنك المركزي في عدن؟ سوف يتم صرف رواتب الموظفين في جميع المناطق الجنوبية الذين لم يستلموا رواتبهم لشهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. بكل تأكيد سوف يستلمون رواتبهم من عدن ابتداء من سبتمبر. أما رواتب الموظفين في صنعاء وفي المناطق تحت سلطة الإنقلابيين فهذا السؤال سوف يجيب عليه نصر القعيطي أعتقد بكل تأكيد. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا، كما أشكر الأستاذ عبد الوهاب عبد الله تقي الخبير الاقتصادي كان معنا من صنعاء. في ختام حلقتنا لهذه الليلة تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومن الإعداد أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج، حتى الملتقى كونوا بخير، في أمان الله.